اهلا بكم ابنائي وبناتي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي النهارده باذن الله هناخد الدرس سته وخمسين اول حاجه بيقول لي اجمع باستخدام استراتيجيه القيمه المكانيه عايزين نجمع ميه تمانيه وسبعين زائد خمسمية تسعه واربعين اول حاجه هنفك اول عدد اللي هو ميه تمانيه وسبعين عبارة عن تمانية في الأحد وسبعة عشرات وواحد مئات والعدد الثاني خمسمية تسعة وأربعين عبارة عن تسعة في الأحد وأربعة في العشرات وخمسة في المئات هنجمع كده مع بعض تمانية زائد تسعة يديني سبعتاشر طبعا مش هينفع أكتب السبعتاشر كلهم في خانة الأحد هكتب سبعة والعشرة دي هتروح بواحد في خانة العشرات يبقى أنا كده هجمع في العشرات سبعة زائد أربعة زائد واحد سبعة وأربعة حداشر وواحد اتناشر طبعا مش هينفع أكتب اتناشر في الإيه في العشرات هكتب اتنين والعشر عشرات دول يعني بواحد في المئات هيروحوا بواحد على خانة المئات يبقى عندي هنا في المئات هجمع واحد وخمسة وواحد واحد وواحد اتنين اتنين وخمسة يديني سبعة إذا الناتج 727 يلا مع بعض نشوف المسألة اللي بعديها بيقول لي اجمع 362 زائد 295 أول حاجة هفك ال 362 2 في الأحد و6 في العشرات و3 في المئات 295 يعني 5 في الاحاد و9 في العشرات و2 في المئات هجمع خانه الاحاد مع بعض والعشرات مع بعض والمئات مع بعض 2 و5 يديني 7 6 و9 يديني 15 طبعا مش هكتب ال15 كلها بكتب 5 ومعايا الواحد الواحد يروح على الخانه اللي عليها دوره الجمع يروح على خانه المئات يبقى انا كده هجمع في خانه المئات 1 و3 و2 يديني 6 يبقى إذا الإجابة 657 السؤال اللي بعده بيقول لي اجمع 183 زائد 247 3 في الأحاد 8 في العشرات 1 في المئات ده أول عدد العدد الثاني 247 7 في الأحاد و4 في العشرات و2 في المئات هجمع في الأحاد 3 و7 عشرة هكتب صفر ومعايا الواحد على الخانة اللي جنبيها على خانة العشرات هكتبها فوق التمانية يبقى هنا هجمع واحد وتمانية واربعة أنا بكتبه فوقيها عشان هجمعه مع خانة العشرات واحد وتمانية تسعة تسعة واربعة تلاتاشر هكتب تلاتة ومعايا الواحد على الخانة اللي بعديها في خانة المئات واحد وواحد اتنين اتنين واتنين أربعة إذا الناتج ربعمية وتلاتين المساله اللي بعديها بيقولي اجمع باستخدام خاصيه الصيغه الممتده عايزين نجمع ميتين اتنين وخمسين وربعميه وعشرين اول حاجه هفك الميتين اتنين وخمسين عباره عن اتنين زائد خمسين زائد ميتين وهفك الربعميه وعشرين عباره عن صفر زائد عشرين زائد ربعميه وهجمع بقى اتنين وصفر هي الاتنين خمسين زائد عشرين سبعين ميتين زائد ربعمية يديني ستمية أكون بقى العدد يبقى ستمية اتنين وسبعين كتبت الاتنين في الأحاد والسبعين يبقى سبعة في خانة العشرات والستمية يعني ستة في خانة المئات إداني ستمية اتنين وسبعين السؤال اللي بعده برضو هنجمع باستخدام خاصية الصيغة الممتدة عايزين نجمع ربعمية ستة وتمانين زائد ربعمية وستة. اول حاجه هفك 486 يعني 6 زائد 80 زائد 400 وهفك 406 6 زائد 0 زائد 400 هجمع بقى هنا 6 و6 12 و80 زائد 0 يديني 80 400 و400 800 هنا لما اجي اكون العدد مش هينفع اكتب ال12 في خانه الاحاد هعمل ايه هكتب ال2 بس في خانه الاحاد والعشره دي تروح على خانة العشرات هجمعها مع التمانين تبقى تسعين يبقى هكتب اتنين في الأحد والتسعة في العشرات والتمانية اللي هي التمنمية في خانة المئات يبقى الناتج تمنمية اتنين وتسعين تعالوا نشوف النشاط دوت يقولي اجمع باستخدام استراتيجية خط الأعداد عايزين نجمع 625 خمسه وعشرين زائد ميتين احنا اتفقنا في استراتيجيه خط الاعداد اول حاجه بجيب العدد الاكبر تمام كده وبعد كده بجيب العدد الاصغر وبفكه بشكل الصيغه الممتده العدد الاكبر عندي هنا 725 خمسه وعشرين والعدد الاصغر اللي انا هفكه الميتين وخمستاشر عباره عن خمسه زائد عشره زائد ميتين هجيب العدد الاكبر واكتبه على خط الاعداد بعد كده هزود اكبر خانة الاول هي خانة المئات عندي هنا يبقى هزود سبعمية خمسة وعشرين زائد ميتين يديني تسعمية خمسة وعشرين بعد كده هجمع التسعمية خمسة وعشرين عشرة تبقى تسعمية خمسة وتلاتين بعد كده هزود على التسعمية خمسة وتلاتين خمسة يبقى تسعمية واربعين إذن الناتج هنا 940 السؤال اللي بعده عايزين نجمع 399 زائد 516 باستخدام استراتيجية خط الأعداد العدد اللي عندي الكبير هنا ال 516 هجيب العدد الصغير وافكه بالصيغة الممتدة 399 يعني 9 زائد 90 زائد 300 هكتب العدد الأكبر على خط الأعداد وهجمع بقى عليه الاول خانه المئات خمسمية وستاشر زائد تلتمية هيديني تمنمية وستاشر بعد كده هجمع عليه العشرات تمنمية وستاشر زائد تسعين هتديني كم بقى هتديني تسعمية وستة بعد كده هجمع عليه التسعة تسعمية وستة زائد تسعة هيديني تسعمية وخمستاشر يبقى إذا الناتج 915 تعالوا مع بعض نشوف النشاط ده بيقول لي اجمع الجدول التالي يوضح انتاج احدى المصانع لللمبات اسبوعيا لاحظ البيانات ثم اجب اول سؤال عندي بيقول لي ما مجموع انتاج المصنع في الاسبوعين الاول والرابع انا عندي هنا الجدول مكتوب فيه انتاج اللمبات اسبوعين الاسبوع الاول 3200 الاسبوع الثاني 5960 الاسبوع الثالث 4739 الاسبوع الرابع 2800 عايزين هنا نجمع انتاج المصنع في الاسبوعين الاول والرابع يعني هنجمع 3200 زائد 2800 تعالوا نجمع مع بعض بنجمع احد مع احد عشرات مع عشرات مئات مع مئات صفر وصفر هو الصفر صفر وصفر هو الصفر اتنين وتمانية اتنين زائد تمانية يديني عشرة مش طبعا العشرة كلها بكتب صفر ومعايا الواحد على الخانة اللي عليها الدور واحد وتلاتة أنا بكتبها هنا عشان أجمعها مع الخانة دي الواحد ده كده راح على خانة الألوف واحد وتلاتة أربعة أربعة واتنين ستة إذا الناتج هنا ستة آلاف لمبة السؤال اللي بعده بيقول لي ما مجموع إنتاج المصنع في الأسبوعين الثاني والثالث يعني هجمع خمسة آلاف تسعمية وستين زائد أربعة آلاف سبعمية تسعة وتلاتين صفر وتسعة هي التسعة ستة وتلاتة تسعة تسعة وسبعة ستاشر هكتب ستة ومعايا الواحد وهجمعها بقى على الخانة اللي أنا حطيت عليها إيه الدور أنا حطيت عليها الواحد عشان أجمعها معاها واحد وخمسة ستة 6, ستة وأربعة عشرة هنا هكتب العشرة كاملة لأن خلاص مفيش خانة تانية أحطه معايا الواحد. بقى الناتج عندي هنا نقرا العدد 10699 لمبه السؤال اللي بعده بيقول لي ما اجمالي انتاج المصنع في الاسبوعين الثالث والرابع عندك الثالث هنا 4739 طبعا اجمالي يعني هجمع هجمع عليها 2800 يبقى كده هجمع اقول 9 زائد 0 هي 9 3 زائد 0 هي 3 7 زائد 8 يديني 15 خمسة ومعايا الواحد على الخانة اللي عليها الدورة الجمع بحطها فوق ايه عشان اجمعها معاها واقول واحد واربعة خمسة خمسة واتنين سبعة يبقى سبعة آلاف خمسمية تسعة وتلاتين لمبة وبكده يكون درسنا انتهى يارب تكونوا استفدتوا وشكرا ليكم